أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا في أب تاون فيليج وبنكون في ضيافة مطعم الأبراج، آخر فرع لهم في هذه المنطقة الجميلة على شارع البدية. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا في آخر فرع لمطعم الأبراج، الفرع في أب تاون فيليج على شارع البديع. فعلاً فرع مميز، والاستضافة اليوم من مجموعة الهلال اللي هي تملك مطاعم الأبراج، ومعانا الأخت سلوى عبد العزيز وهي مديرة شؤون الموظفين أو الموارد البشرية في المجموعة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أم عبد العزيز؟ الحمد لله، الله يسلمك. شكراً على استضافتنا اليوم. حياكم في هاي المكان المميز الحلو ويا هالديكور الراقي. حياكم الله. فعلاً أجواء جميلة، وما شاء الله نتمنى لكم في مجموعة الأبراج، مطاعم الأبراج، دائماً الأفضل والأحسن. وانتوا ما قصرتوا، اقترن اسم الأبراج منذ البداية، منذ فتحت عيوننا نحن نشوف الأبراج، العلامة التجارية البحرينية اللي تقدم الأكل الطيب اللذيذ المفيد، وفي أسعار في متناول الجميع، في أجواء حلوة، وكل يوم ما شاء الله عندكم التجديد، وتضيفون أشياء جديدة وأطباق جديدة وحتى علامات تجارية جديدة. حدثينا عبد العزيز، شلون كانت البداية؟ من أسس مطاعم الأبراج، مجموعة مطاعم الأبراج اللي هي انبثقت من مجموعة الهلال؟ طبعاً مؤسس مطاعم الأبراج هو العم راشد هلال، ومشاريع الهلال تملك مبنى في الحورة. أي نعم. ففي ذيك الفترة كان في مطعم استأجروا من عندنا المبنى. أي نعم. هذا. أي نعم. وبعدها العم راشد شاف ان المطعم هذا المشويات. أي نعم. لاقى نجاح كبير. أي نعم. كان في هالفتره ايضا يبني المكاتب في منطقه السهله. كان ابو حمد في ذاك الوقت العم راشد كان الله يسلمك يشتغل متفرغ في الهلال، ولا كان عنده وظيفه ثانيه؟ لا، كان يعمل مدير عام في بنك البحرين الوطني. اوكي. وفي نفس الوقت كان يعمل مع والده. أي نعم. الله يرحمه. هلال. أي نعم. فتحوا مطعم الأبراج في السهلة، كان أيها. أول مطعم في عام 1987. في هاي الفترة ما كان في كثير أماكن تخص العائلة البحرينية. أي نعم، في مكان يجلسون ويأكلون. ممكن يكون. نعم. ترفيه. أي. تغيير جو. أي نعم. كان بس في الفنادق، لكن ما فقط. كان في مطاعم بهذه الطريقة وعلامة بحرينية. نعم. أي نعم. فمن هني العم راشد قرر انه هو يوسع المطاعم، وفتحنا ثاني مطعم كان في العدليه. في العدليه. إيه. طيب. نعم. واليوم ام عبد العزيز كم فرع صاروا مطاعم الابراج؟ كامل الفروع عندنا 42 فرع ما شاء الله. بس كمطاعم الابراج هم 17 فرع. إيه. متوزعين. نعم. على كامل مناطق البحرين. إيه. نعم. إيه. نعم. زين، فهذه بالنسبه للابراج. من الابراج انتقلتوا الى علامات تجاريه ثانيه، حدثينا عن العلامات التجاريه الثانيه. طبعا عندنا مجموعه مطاعم اللي هي سان كارلو. اوكي. هي طبعا فرانشايز، هو مطبخ ايطالي. إيه. يقدم الاطباق الايطاليه. وعندنا تي سي بي واي اللي هو الفروزن يوغرت. إيه. او اللي هو مثلجات من الروب. إيه. نعم. فهذا عندنا بعد ثلاث فروع منه، وهو ايضا امتياز. إيه. نعم. والباقيين علاماتكم انتم التجاريه؟ كلها علامات تجاريه محليه، مثل عندنا مقهى البنديرة. أوكي. عندنا اللي هو مشاوي الأبراج. يا سلام. يا سلام. إيه. نعم. أوتو. إيه. أيضا نيو مطعم إيجيا. إيطالي. ونيو إيشا. إيه. نعم، يقدم الأطباق الصينية والهندية واليابانية أيضا. إيه. نعم. إيه. نعم. ما شاء الله، يعني اختيار واسع ومتعدد. إيه. نعم. متعدد. ومرة ثانية أقول، يعني دائما إحنا تعودنا على مجموعة الأبراج تعطينا اختيارات متعددة. طبعا هذه كلها من شغف العائلة. أي نعم. وحبهم للأكل والتذوق، متذوقين، فهم. أي نعم. عشان كذي طوروا بكذا منحة. بالضبط. أي نعم. أي نعم. أنت وين يدورك؟ حدثينا أم عبد العزيز، أنت شلون دخلتي في هذا العمل؟ وأنت دراستك شنهي؟ شلون دخلتي في ذي العمل؟ شنو القيمة الإضافية اللي أضفتيها على هذا العمل؟ نعم.
أنا تخرجت من جامعة البحرين خدمة اجتماعية، بكالوريوس خدمة اجتماعية، وبدأت العمل في مجموعة مطاعم الأبراج عام 2004 تحديد. أي نعم. بدايتي كانت جداً بسيطة على قدي يعني. العم راشد كان يعطيني بعض المهمات، إن أنا أقابل موظفين، أحاول أحل مشاكلهم. أي نعم. البسيطة. ومع الوقت بدأت إن أنا أتطور، طبعاً بدعم كبير من العم راشد. الله يعطي الصحة. ودخلت دورات تدريبية مختلفة، أخذت دورات في قانون العمل في القطاع الخاص، أيضاً درست موارد بشرية. أي نعم. طبعاً عن طريق تمكين، وعساس أن أنا أصقل الخبرة اللي عندك. الخبرة اللي عندي. نعم. مع الوقت، والتحدي خلينا نقول الأكبر اللي أنا نحطيت فيه اللي هو افتتاحنا لفرع لبسيتين في ذيك الوقت. أي نعم. طلب مني أن أنا أوظف 50 موظف. أوكي. وأنا كنت على يعني خبرتي البسيطة. أكيد ليلتها ما قدرتي تنامين. 100%. أي نعم. فشوي شوي الحمد لله مع خال نادر في ذيك الفترة أيضا معاي في كل شيء. أي نعم. والحمد لله قدرنا نوظف العدد الكافي حق الاحتياج اللي إحنا نبيه. وقدرنا نفتح الفرع وندرب وتأكدنا أن كل شيء كان ممتاز. أي نعم. هذا بالنسبة لي كان تحدي، أن أنا أتحدى نفسي أيضا. أي نعم. ونجحتي في التحدي الحمد لله. أي نعم. واليوم عندكم كم موظف أنت مسؤولة عنهم؟ أنا الحين مسؤولة عن 1300 موظف ما شاء الله، والحمد لله عندي فريق عمل ممتاز. أي نعم. يعمل معاي طبعا على أساس أن إحنا نلبي احتياجات الموظفين ونتأكد أن إحنا يعني ناخذهم على كفوف الراحة. جبتي النقطة المهمة في دور الموارد البشرية، لأن هم إذا خلوا الموظفين مرتاحين فالعطاء نعم. بيكون أكثر. أكيد. وبيكون في جو عمل مريح نعم. بين الموظفين، بدل ما الطاقات تروح في مشاحنات. صح. أو الموظف ما يحس أنه مرتاح. صح. ويبتدي ذي يأثر على أدائه. لما أنت تأمنين لهاي الجو فعلا نجحتي في مهمتك، وأنا أقدر أقول بكل ارتياح يعني أن هم محظوظين فيك. يلا الحمد لله. وفعلا هاي الفريق قوته يعني قوته من الإدارة، ومثل ما نقول إحنا في البحرين قوة الجدوم من عصاه. نعم. فأنت فعلا يعني عندك التحكم هني، وبطريقة احتويتي كل نعم. الموظفين اللي عندك. طبعا العم راشد ومجموعة الأبراج هي مدرسة، هي نعم. جامعة. نعم. خرجتنا كلنا، أنا والفريق اللي نعمل معه. نعم. خرجتنا، علمتنا أشياء يمكن يعني حتى من الدراسة ما تعلمناها. أكيد. التجربة العملية هي فعلا التعليم الحقيقي. نعم. نعم. أي نعم. شنو التحدي اللي لقيتوه أن أنتوا تجيبون العمال، لأن خصوصا في البدايات. نعم. لما الله يسلمه أبو حمد بدأ المطعم، ما عندنا إحنا في البحرين في ذيك السنين في سنة 87 يعني كادر يطبخ أو غيره، وحتى ليومنا عندنا نقص. نعم. فشو التحديات اللي واجهتوها في أن تحضرون الموظفين ورخص العمل طبعا بعد نعم. تحدي آخر، فشنون قدرتوا تغلبون على الموضوع؟ في ذيك الفترة الأمور مو بمثل الحين، الحين نعم. غير متطورة أكثر، صعوبة في إيجاد الموظفين المناسبين لنا. نعم. طبعا احنا نضطر نسافر. نعم. إني بالموظفين ونختارهم اختيار يعني دقيق. نعم. خصوصا ان انتم عندكم انواع مختلفة من يعني تخصصات مختلفة. تخصصات. نعم. فكلا حسب المطبخ ماله، نوع المطبخ ماله. نعم. نعم. وفي ذيك الفترة ايضا عندنا مشكلة في إيجاد رخص العمل. اي نعم. تعرفين أنت البحرينيين في يعني البحرنة شوي صعبة. أي نعم. عدم الرغبة في العمل في مجال المطاعم. نعم. ما في إقبال ولا تقبل في ذاك نعم. الوقت. أي نعم. نعم. فهذا اللي شوي خلانا صعب إن إحنا نحقق نسبة البحرنة أساس نحصل رخص العمل. أي نعم. هذا كان شيء تحدي. كان أظن قبل تمكين كان لكم كان في برنامج المجلس النوعي. استفدنا من المجلس النوعي. طبعًا حق تدريب البحرينيين. تدريب البحرينيين. في شتى المجالات. أي نعم. كل ما يخدم عملهم. أي نعم. بعدين يات مسؤوليات تمكين. أي نعم. دخلت 2016. أي نعم. دخلنا مع تمكين طبعا. وش استفدتوا من تمكين كبرامج؟ طبعا استفدنا في دعم الأجور. أي نعم. أجور الموظفين، في أيضا اللي هو التدريب طبعا أكيد دعمونا في اللي هو التقنية والمعدات. وأيضا العلامة التجارية. العلامة التجارية. التسويق. أي نعم. في التسويق. وهل خذتوا تمويل عن طريق تمكين مع أحد البنوك المحلية؟ نعم، بيت التمويل الكويتي وبنك الإثمار. أي نعم.
وهذه البنوك اللي ساعدتنا طبعاً عن طريق تمكين، وهم يتحملون جزء من الأرباح لأنهم تمويل إسلامي. ويعطونكم فترة سماح في البداية 6 شهور. وطبعاً هاي يعطي دفعة قوية، لأن المطعم يستلزم الكثير من التمويل، البناء والتجهيز، خصوصاً المطابخ. المطابخ تأخذ كلفة كبيرة. زين، شنو كان دور مجموعة الهلال أو العقارات الهلال عندكم في التصميم في هذه المطاعم؟ طبعاً الأخ عبدالله والأخ علي هما اللي طبعاً هما لهم دور كبير في التصاميم. أبناء راشد هلال. إيه نعم. لهم دور كبير في تصميم وبناء، حكمهم يعملون في هما مهندسين مدنيين. في شركة مشاريع الهلال. بس أنا عارف أن علي بعد له شغف في الأكل. هذه هما كلهم يعني شنو مالتي تاسكينج. يعني متعددين الهوايات. نعم. ففي هالحالة طبعا هم شاركوا يعني بشيء يعني أساسي في عمل الديكورات. وكذلك حمد الله يحفظه، حمد الولد الأكبر شغفه في الأكل. وهو يعني اللي خلينا نقول الهيد شيف. يحب يخترع، يحب يوجه، يحب يعني يطور عنده أفكار كثيرة طبعاً. فحمد لمسته يعني دائماً موجودة. وبعدين إحنا بعد أظن في لمسة ثانية جداً مهمة. لمسة أم حمد. حمد الله يحفظها. يعني قولي لي شنو كان دورها في التأسيس، خصوصاً في مراحل التأسيس؟ طبعاً لها دور كبير في الوصفات، في المشورة، في تطوير الوصفات واللمسة الأنثوية. أكيد اللمسة الأنثوية والإنتيريال ديزاين. وكانوا العيال في ذاك الوقت صغار في البداية، في ذيك الفترة. كانوا صغار. ونوجه لها تحية محمد. الله يحفظها. على أن هي واقفة مع أبو حمد والله يوفقهم. شنو بتقدموا لنا اليوم؟ اليوم بنقدم لكم قلية روبيان. ومعها سلطة التمر. وهي من أي مطعم؟ هذه من مطعم الأبراج. أوكي تمام. أعزائي المشاهدين لا تفوتكم هالوصفات الشهية، وكونوا معنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، احنا الحين في مطعم لومي في مجمع سار، ومعانا الشيف محمد الجندي. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك شيف محمد. انت من وين؟ من مصر. من مصر. ومن فين في مصر؟ من محافظه الالويه، من بنها بالضبط. اجدع ناس. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلمك ويخليك. شيف، انت ايش قد صار لك مع مطعم لومي والابراج؟ 21 سنه. طبعا محمد الجندي من الشيفس البايونيرز في مجموعة مطاعم الأبراج، وعنده خبرات واسعة في مجال التدريب والريسيبيز والأكلات. ما شاء الله. تمام شيف، اليوم شو بتقدم لنا؟ بنقدم لكم طبقين، طبق سلطة وطبق كاليت روبيان. أوكي طيب. كاليت روبيان دي من الطبق السهل جدا. روبيان ما بيحتاجش طبق على النار أقل من 10 دقائق. والخضار كذلك. والمكونات بتاعتنا روبيان وبصل وتوم وفلفل. وطبعا كمون وكزبرة ناشفة وزيت وملح وطحين. القسم الثاني عندنا الخضار، عندنا الكرات والكزبرة الخضراء اللي هو البقل. البقل أو أيوة. أيوة البقل. أيوة تمام. وعندنا تسمونه في مصر كرات. كرات بنسميه. أيوة. مصر كرات. أي تمام. أي نعم. شيف الربيان يعني تعرفين أم عبد العزيز دائما متهم إنه هو في الكوليسترول وإنه هو في صوديوم مرتفع، وهاي صحيح. لكن بعد الربيان وايد مفيد لأنه هو في الأحماض الدهنية اللي هي الأوميجا 3. هذه وايد مفيدة حق عضلة القلب. وحق الشرايين، وكذلك هو في الفيتامين بي بكل أنواعه، فضد الإرهاق، ضد الناس اللي يصيدهم الألزهايمر اللي هو الفقدان الذاكرة وكذا. فكل شيء طبعا باعتدال، بس فعلا هو وايد يعني مظلوم الربيان، وايد ناس يقول لا تقرب له بالمرة، بس كل شيء بالاعتدال وحسب الحالة الصحية. البصل بعد شيف طبعا أنا سمعت في مصر دائما يقولون اللي ياكل البصل يصير مقاومته قوية. قوية كذا. البصل طعمة مفيد جدا للجسم. واحنا في البحرين نقول كل من البصل ما حصل. هو جدا طبعا مفيد حق جهاز المناعة. فالوصفة جدا صحية، ونشوف احنا ما فيها سعرات حرارية كثيرة. لا لأن حتى الخضروات اللي استخدمتها مش نشوية. لا والزيوت اللي عندك زيت نباتي. زيت نباتي. أيوة. فالحين احنا متشوقين نشوف الوصفة ذي الحلوة من عندك شيف. تفضل. نبتدي نطبخ كالية الروبيان. حل على النار، حط الزيت بتاعنا،
بننزل بالبصل. حد البصل بيبتدي ياخد لون بسيط، بعدين بننزل بكل التوابل. كده البصل بدأ ياخد اللون، بنزل بالثوم. خلاص الثوم، اوكي تمام. لما اغسله ما يجيش اقل من نص دقيقه، ودي ابتدي بنزل بالروبيان. كده اخلط. نزلت بالروبيان، بهدي النار شويه. تمام، ابتدي انزل بالبهارات بتاعتي. ادي الكزبره، الكركم، كمون، المسألة البحريني، تمام، ملح، اوكي. وابتدي اخلط لمدة 5 دقايق على النار. من 4 لـ5 دقايق بيكون الروبيان استوى. بعدين نضيف معلقتين طحين رقم 0، اوكي، وهنخلط. احنا بنضيف الطحين بس عشان يتماسك الصوص، عشان ما يبقاش لا هو غليظ ولا هو سايل. كده خلاص، كده خلاص خلصنا من الروبيان، بنركنه على جنب. بنبتدي نعمل الخضار. بننزل بأول حاجة بالزيت اهوت، تمام، الزيت. بننزل بالكزبرة الخضراء، اوكي، الكزبرة الخضراء، وبعدين الكرات. نسيبهم يطبخوا، نطبخهم لمدة 10 دقايق أو 15 دقيقة. ناوي الخضار معايا استوى، بحط الحلبة الناشفة، اوكي، بحط صلصة طماطم، تمام، وخلطها، وخلطها كويس. بحيث يستوي، تمام. بروح نازل بالميه بتاعتي والميه والتمر الهندي اهو، واسيبها تغلي بسيط. اسيبها تستوي، تغلي لمده 5 دقائق. ناو خلاص طبخت معانا الخضار طبخ. بحط ملح قليل، معلقه ملح، اوكي خلاص، اوكي. وبنزل بالروبيان بتاعي، بنزل الروبيان اقل من دقيقه. خلاص اوكي، أعزائي المشاهدين، بعد وصفة قلية الربيان خلنا نشوف سلطة التمر مع الشيف محمد الجندي. شيف، ايش بتقدم عندنا اليوم؟ سلطة خفيفة وجميلة جدا، إيه؟ سلطة التمر عبارة عن جرجير، تمام؟ اي نعم، والتمر، وطبعا عين الجمل اللي هو الجوز، الجوز، اوكي، إيه نعم، ورمان، حب الرمان، اوكي، وعندنا حبة البركة، اوكي، وهي كلها جدا مفيدة حق جهاز المناعة، اكيد، السمسم، اي نعم، والبقدونس، اي نعم، ودي الصوص عبارة عن صوص ليمون وزيت زيتون، اي نعم، تمام، وده صوص التمر،
اي نعم سيستم اي نعم تمام. فهذه دبس مع صوص مع صوص نعم. مع صوص مع زيت اي نعم نعم, نعم. وهذه عندنا احنا هني الجرجير طبعا الجرجير جدا مفيد حق الجسم أكيد. لان فيه البيتا كاروتين اللي هو مضاد الاكسده وكذلك فيه الالياف وفيه كذلك الحديد ولما يجي معاه الليمون يصير امتصاص الحديد اللي من الجرجير يصير الامتصاص افضل افضل اكيد فمع بعض هم فعلا مكملين لبعضهم بعض تمام وكل المكونات اللي حطيتها صحيه التمر طبعا فيه الفوسفور وفيه الحديد والتمر كذلك جدا مفيد طاقه يعطينا اكيد سكريات فيه سكريات بس هو يعني طبيعية مش السكر لا مش السكر لا الجوز طبعا في يعطينا الجوز في الالياف تمام. وفي الدهون الغير مشبعه اللي هي صديقه تمام. للقلب وتقينا كثير من الامراض وكمان على المخ والرمان بعد ما شاء الله تمام. في مضاد الاكسده فالاشياء اللي عندك هنا كلها تخلينا نحافظ على الشباب اكيد زين تفضل شيخ بنبتدي اول بنخلط حضرتك الجرجير الاول نعم تمام مع الصوص نعم عندنا الصوص عصير ليمون وزيت زيتون زيت الزيتون طبعا جدا مفيد بعد أكيد. لانه هو زيت احادي وما يسبب لنا في انه تتسدد الشرايين بالعكس وله فوائد كثيره تقينا حتى من السرطان بنخلطه مع الزيتون بننزل عليه البقدونس كل هاي الالياف بعد اللي في الخضروات تفيدنا لانها تمام. راح تحرك الامعاء وتخلينا نتخلص من المواد السامه او الضاره والالياف طبعا تفيدنا كذلك الالياف الذائبه تمتص الدهون تمتص المواد السامه وتخلص الجسم اكيد بعد ما خلطناه وخلطناه بالبقدونس وخلطناه بالصوص بننزله في الطبق الحين احنا قاعدين نحط الطعم الحامض مع الطعم الحلو مع الطعم الحلو حامض وحلو حامض حلو حامض وحلو تمام بننزل عليه بالرمان اي نعم ولونه حلو بعد وشهي اكيد بننزل بالجوز ايوه تمام تمر كذلك اي نعم اتوقع هذه وجبه متكامله اي نعم لان صحية عندنا جدا. عندنا حتى يعني عندنا البروتين النباتي عندنا بعد وياها المواد السكريه اللي هي من التمر الحديد اللي في أكيد. التمر حبه البركه في عده ابحاث تقول انها تقوي المناعه أكيد. نعم كذلك ننزل بالسمسم والسمسم في ماده خاصه تفيد المفاصل جدا مفيد وطبعا هو في الكالسيوم كذلك كده احنا خلصنا طبقنا اي نعم كده جاهز للتقديم ممتاز تسلم يدك شيخ شكرا كله صحة وعافية يلا حبيبي تسلم تسلم أعزائي المشاهدين وصلنا لأهم جزء في الحلقة الوقت اللي نستمتع فيه بهالأطباق اللذيذة مع عبد العزيز ما شاء الله شكلهم وايد حلو واحنا هني اشوف ان الشيف حط لنا الشيف محمد الجندي هالصلصه الحلوه ذي اللي استخدمنا الدبس إيه نعم فالحين السلطه عندنا الحامض ويا المالح والحلو ويا الحلو ويا المقرمش ما شاء الله ويا الجوز اللي فيها نعم. فعلا لذيذه وعندنا القليه قليه الربيان مع هالعيش الحلو وفوقه كلها الزعفران شهي بس أم عبد العزيز أنا أشوف أن الحصة عندكم ما شاء الله راهية فأنتوا حين شلون تعاملتوا مع تحدي ارتفاع الأسعار عقب ما صار في العالم ارتفاع في مواد الأغذية ورفع الدعم طبعا في كل العالم فشلون تعاملتوا مع هذه التحدي ويا الزباين احنا في ظل هاي التحديات قررنا أن احنا يعني نمتص هذا التكلفة اي نعم في تشوفين مثل ما تشوفين البورشنز أو الحصة تعتبر يعني راهية أي نعم وما طبعا ما زيدنا أي أسعار نعم. في المنيو نعم فعشان كذي إن إحنا يعني إحنا كمجموعة هدفنا إن تكون أسعارنا في متناول الجميع نبغي نرضي الكل أي نعم. وليس النخبة أي نعم وهذه فعلا مبدأ يعني مطعم الأبراج من بدايته ذكرتيني بالكلام اللي لما تكلمت ويا أبو حمد السيد راشد هلال لما قال هو بغى يسوي مطعم يخدم البحرينيين نعم. العائلة البحرينية أكيد. وتحس فيه إن في أكل لذيذ وبأسعار مريحة مناسبة. وكذلك في جو مريح نعم. للعائلة البحرينية صح. أنا حتى لاحظت في مطعمكم في الأبراج اللي في أبتاون فيليج كذلك كان في
أقسام للعائلات في غرف خاصة للعائلات. أي نعم. فتمام حين خلاص وصلنا لأحلى جزء صح نعم. مع عبد العزيز. أي نعم. يلا نستمتع بالأكل اللذيذ وأعزائي نستودعكم الله، وإن شاء الله أنتم بعد تصير لكم فرصة تجربون هالأطباق الشهية. ومع السلامة.